خبر مفرح طبعا وسط هذه الأخبار وزحمة الأخبار إن كانت السياسية والاقتصادية طبعا، حيث تم اختيار صيدلي مصري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في ولاية نيويورك. هل لك أن تطلعنا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم، هذا الرجل هو الصيدلي دكتور حسام عبد المقصود. هذا الرجل درس في بدايته في جمهورية مصر العربية وتحديدا في مدينة بورسعيد، ثم بعد ذلك نزح إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات وتخرج من جامعة سان جونز بولاية نيويورك. هذا الرجل قد كرمته مؤسسة شنيب، هذه المؤسسة التي اختارت معه العديد من الرموز في مجالات متعددة، منها الفنية ومنها أيضا الطبية وأيضا رجال الأعمال، ليكونوا هم الواجهة لمئة شخصية في ولاية نيويورك. هو أيضا بالمناسبة الدكتور أو الصيدلي حسام عبد المقصود هو المدير التنفيذي لشركة Community Care RX، وأيضا قد ساعدت هذه الشركة في جائحة كورونا لإعطاء المساعدات الدوائية والطبية للإدارة الأمريكية، وأيضا في مناطق متعددة من ولاية نيويورك وأيضا ولايتي كنتيكت وولاية نيوجيرسي. وهذا دانيا هو يعني المفرح في المسألة والسعيد بأن الجالية العربية والجالية المصرية على وجه الخصوص لها من العلامات في هذا المجتمع الذي إذا لم يثبت فيه الشخص نفسه يكون بعيدا كل البعد عن هذا المجتمع، إلا أن المجتمع العربي هو حاضر بقوة، وهناك نماذج كبيرة في مجالات متعددة منها العلمية ومنها أيضا الرياضية ومجالات كثيرة قد تفوق فيها. شكرا لك إلى هذا الخبر المفرح، وطبعا نحو المزيد من النجاح لكل الجاليات العربية المنتشرة أينما كان في العالم. شكرا لك ياسر نور الدين، كنت معنا من نيويورك.